لا بتهزري، عملت كده فعلا؟ وربنا زي ما بحكي لك كده، اديته واحدة مطوة في قعره خليته مش عارف يقعد شهر من الغرز اللي خدها. انت مش طبيعية، يخرب بيت شيطاني. مش طبيعية؟ قصدك ايه؟ اني مهبوشة؟ لا ما كانش قصدي، او قصدي يعني مش عارف. بقول لك ايه، انا فعلا مهبوشة وهبة مني، لدرجة اني قاعدة بكلم واحد معرفوش غير من يومين بس. لا واضح كده ان انا كمان مهبوش زيك. بس حلوة هبشة النافوخ دي، صح؟ حلوة قوي. صحيح، مش انا حلمت بيك؟ اوبا بجد؟ وحلمت بايه بقى؟ كنت داخلة المخزن وشفت قفص الحمام كده محطوط في مكانه زي اول مرة اتقابلنا فيها. كملي. وبعدين لقيتك نايم على الارض كده ومغطي وشك، بس بقول لك ايه، كان جسمك معضل قوي كده ولابس شورت بس. وبعدين قمت قربت منك وبصيت على عضلاتك وشلت الغطا اللي على وشك، لقيت وشك وش فيفي عبده. فيفي عبده؟ اه. ورحت واقف كده وقايل لي يلا نعمل 5 مواه وواحده ايوه بقى يلا بقى. تمام يعني، بس هو انت مش شايفه ان ده حلم غريب شويه؟ لا خالص، مش عيب على فكره، انا بحب فيفي جدا ومعجبه بيك، يبقى ايه اللي فيها؟ ايه؟ ثواني، انت قلتي انا معجبه بيك؟ الحق، في حد داخل عليا. ايه ده؟ ده العصابه كلها. اللي انا لازم اقفل، لازم اقفل. الاشرار، معقول كده جم بسرعه؟ يا نهار اسود، ده في واحد اجنبي، دي بقى عصابه دوليه دي ولا ايه؟ لا سلام سلام سلام. دوليه مجنونه بس بعشقها. من صقر النقطة 32 الإشارة انتهت. بجد 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 يعني أنا حاسس إن أنا أحسن واحد جه الشغلانة دي قبل كده. تمام. طبعًا بعدك أنتِ، أكيد أنتِ أحسن واحدة. ممكن أنا أبقى تاني أحسن واحد بعدك؟ ممكن؟ ممكن إيه؟ أبقى أحسن واحد بعدك. وأنا مالي تبقى أحسن ولا أوحش واحد؟ سيبني أركز في شغلي لو سمحت. بصي، هو انا مش معترض انك تزعقيلي خالص، بس ممكن حضرتك تزعقيلي بعد ما اخلص شغلي، عشان انت لو زعقتيلي دلوقتي انا ممكن ما اعرفش اركز في الشغل واقعد افكر في الموضوع. خلاص خلاص انا هسكت خالص، ركز في شغلك. ناردين، هو انت مالك؟ انا حاسس انك مش في المود. مفيش يعني، بس عندي كده شويه مشاكل مع صاحب البيت، مش عايز يجدد العقد ومش عارفه اقعد فين. بجد؟ طب يا ترى صاحب البيت ده ساكن في نفس العماره اللي انت ساكنه فيها؟ ليه؟ لا لا مفيش، عادي انا بسأل. معلش، هو انت ساكنه في المعادي صح؟ ليه؟ لا لا خالص، انا بس متضايق ان في حد مضايق زميلتي في الشغل. بلا زميلتك بلا بتاع، انت لسه جاي اصلا. لا لا لا، اميرتي، زميلتي. الواحد لازم يتعاطف مع زمايله في الشغل، لازم. ممكن لو سمحت تركز في الشغل؟ حاضر. مش معقول. ايه ده؟ انا شكلي جعت، انا تقريبا كده شكلي جعان، انا هقوم اجيب حاجه اكلها. ممكن اقوم؟ اعمل اللي انت عايزه، انا مش مديرتك يا حبيبي. حبيبي؟ طب انا هقوم اجيب حاجه كلها بقى. ها، بعد اذنك. مع الف سلامة. لا لا لا، ما تفتحش العلبه دي. تفتحش ليه؟ بوكسرات؟ بوكسرات مستوردة يا سعيد. ايوه يا عم، بوكسرات مستوردة. بوكسرات مستوردة يا بجحتك يا بجحتك. وماله القطن المصري؟ ماله؟ ما جبتش ليه حاجة محلي؟ على فكرة أنا ما كنتش جايبهم ليا، كنت جايبهم لك أنت هدية. ليه أنا هدية؟ أيوه. مش عايز يا سيدي، مش عايز، بالذات لما تكون جاية من فلوس حرام. فلوس حرام؟ فلوس حرام. أنت فاكرني مش واخد بالي ولا إيه؟ اللبس الجديد، الساعة الغالية، الجزمة الغالية، وكرسي المساج، والمكالمات اللي بتاخدها بره العربية دي.
مكالمات ايه يا ابني؟ ده المحامي بتاعي. المحامي بتاعك؟ ما طبعا عشان يسلك لك فلوس القضيه. بقول لك ايه، انت لبست سجن وانا هوديك السجن بنفسي يا سعيد. انت اهبل يا ابني، انت بتقول ايه؟ انت فاكرني مش عارف؟ ها انت مختلس يا سعيد، وشكري بيه لما جه يحقق معايا كان بسببك انت. انت مختلس وبتسرق فلوس من الشركه وفاكرني مش عارف وبتعمل كل ده وبتخدع على صاحبك. انا مش صاحبك؟ ثانيه واحده، انت فاكر ان انا بختلس فلوس مع الجماعه بتوع اميره والناس دول؟ اه طبعا. بذمتك يا جدع، بذمتك انت لو عصابه وبتختلسوا فلوس كتير هتثقوا ان يبقى في واحد زي معاكم في العصابه وكمان ايه سايبين معاه فلوس؟ الصراحه لا يا ابني، انا ذات نفسي ما بثقش في نفسي ان انا احوش قرشين. لا 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 لا، انا عارف العيبه القذره دي. انت بتعمل الحركات دي ها عشان تعمل فيها دور الغلبان عشان التهمه ما تلبسكش. انت لبست ولبست في الغويط كمان يا سعيد. يا ربي عليا يا عم، احلف لك على ان انا مش معاهم يعني. امال جبت الفلوس دي كلها منين بقى يا سعيد؟ ده انت شحات. يلا شحات يلا، لقيت الفلوس دي فين؟ لقيتها في الشارع؟ لا ما لقيتهاش، دي فلوس تعويض. خلاص عايز تعرف الفلوس دي جت منين؟ انا هقول لك. فاكر يوم النفق؟ بتعمل ايه؟ مش عاوز اعرفك تاني بقيت حياتي، انت فاهم؟ كامل ولا يوم بيني هشوفك تاني ولا يوم، انت فاهم؟ كامل. ايوه عشان كان بسببك. ايوه ما انت سبتني بقى وطلعت تجري وانا جريت وراك وقعد بدور عليك، قعدت ادور لحد ما يئست ومعرفتش اعمل ايه تاني، فاخدت جنب كده وفضلت اعيط. انا وانا بعيط بقى اكتشفت ان في صحفيه بتصور مشهد الجريمه، قامت مصوراني وانا بعيط، نزلت الصوره بقى عندها على الفيس وكتبت عندما يبكي الرجال وكان نساء. الصوره دي انتشرت جامد، انتشرت يعني، وجات لي بقى بتريقه، اتبهدلت تريقه، وانت طبعا مش عارف عشان انت قافل الفيسبوك بتاعك. سعيد انا لسه ما كملتش. المهم انا بقى جالي حاله نفسيه ويعني ما بقتش بقى عندي يعني، ما بقتش يعني. عندك ايه يعني؟ اكمل الدنيا ما بقتش زي الاول. فرحت للدكتور نفساني قال لي ان كل ده بيحصل لي بسبب الضغط النفسي اللي عليا وبسبب التريقه، فقمت رافع قضيه على الصحفيه وكسبتها، ودي يا سيدي فلوس التعويض. خلاص ارتحت. طب يا سعيد ما قلتليش ليه الموضوع من الاول كده؟ اقول لك ازاي يا كامل، اقول لك ازاي انا هبص في عينيك بعد كده واقول لك ان انا مش قادر؟ ازاي انت هتثق فيا ان انا اديك في الشغل وانا مش عارف ادي في العموم؟ سعيد انا اسف. لا ما تلمسنيش لو سمحت. الو، ايوه شكري بيه. ايوه كامل، ها عرفت تمسك حاجه على الحقير ده؟ لا يا فندم. مش مهم، المهم انك ما تسيبوش، اكيد هيقع. لا يا فندم، انا بكلم حضرتك عشان اقول لك ان سعيد ما مسكتش عليه حاجه، واحتمال ما مسكش عليه حاجه اصلا، لان سعيد طلع مش فاسد، ده طلع اشرف من الشرف يا فندم. هو اهبل اه بس مش فاسد. اسف جدا انت اخرت. معلش بس، وانا بجيب الاكل لقيت واحد مغمى عليه فكان لازم انقذه. طبعا دي حاجه ما ينفعش ما اعملهاش الا اذا طبعا قلت لي ما اعملهاش يعني. ممدوحه، وانت قلت لي انك رحت تجيب اكل مش كده؟ اكلت علبه كشري وعلبه عصير. حتى لو مش مصدقني ممكن تشم ريحه نفسي، هتلاقي كلها توم. شم كده. لا لا تمام. بس حصل حاجه غريبه قوي دلوقتي. في حد ضايق تاني؟ مين؟ لا، صاحب البيت كلمني وقال لي انه هيجدد العقد معايا وانه كمان هينزل في سعر الايجار. ايه ده؟ بجد؟ ده راجل محترم جدا. بس صوته كان معيط وخايف وقال لي انه عنده اولاد عايز يربيهم. وترجاني انه ما زعلش منه تاني عشان هو عايز يعيش. بجد؟ ده موضوع غريب جدا. يا ترى ليه قال حاجه زي كده؟ هو انت رحت العماره عندي وكلمت معاه؟ انا لا طبعا. ازاي يعني هعرف عنوان شقتك يعني؟ انت عايزه تقنعيني ان في الساعه اللي غبتي فيها دي رحت الاتش ار طلعت ملفك وعرفت عنوانك وبعدها ركبت تاكسي ورحت عمارتك وقابلت صاحب العماره واديته اللي فيه النصيب ورجعت تاني كملت شغلي؟ طبعا ما عملتش كده. ممدوح، ما طلبتش منك تعمل كده، وحتى لو انا كنت عايزه ده ما ينفعش تعمل كده، احنا مش مجرمين. عندك حق. زعلانه مني؟ لا 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 لا، انا ممكن اعاقب نفسي دلوقتي. بصي الدبسه دي انا ممكن ادبس نفسي، شايف الخرامه دي انا ممكن اخرم نفسي عشان انا غلطان. لا ما تدبسش نفسك ولا تخرم نفسك، بس لو سمحت سيبني في حالي وركز في شغلك.
حاضر. وايه كمان؟ تعملش كده تاني. موريني. طيب ركز في شغلك. تحت امرك. عارف ياض انت لو قدامي دلوقت انا كنت عملت فيك ايه؟ اتلمي. كنت هتعمل ايه؟ كنت هنسيك اسمك، كنت هناولك واحده بالسفوري على نافوخك، وبعدين اجرجرك على البيت عندي، وبعدين بقى انت مش فاهم انا هعمل ايه. ثواني بس، هو انت هتضربيني ليه؟ عشان انسيك اسم. انا كنت فاكر هتنسيني اسمي بطريقه تانية خالص. لا، ما انا بعد كده هظبطك. لا، ما انا هبقى مغمى عليا او ميت، فمش هحس بحاجه قوي. خلاص، اديك بلح الظهر الطبنجة، اهي دي امان اكتر. هو انت ليه بتحب الضرب؟ هو مفيش دلع عادي يعني؟ لا، في طبعا. طخي، انا حاسه ان احنا استعجلنا في العلاقه دي. هو احنا بينا ايه يعني؟ السرقه والعصابه وقله الادب بس؟ ولا كل خلق الخلق. انا من يوم ما شفتك في المخزن وثبتتني بالمسدس وانا قلت هي دي اللي هتبقى ام عيالي. عارف ياض، عارف انت لو قدامي دلوقت انا كنت هعمل فيك ايه؟ عارف، بس ثواني قبل ما تقولي. خد عم ناجي، خد روح هات لك حاجة حلوة. خد، شكلك هفتان وتعبان. 10 دقايق بالظبط وارجع. ولا أقول لك 3 دقايق وارجع. كنت هتعملي إيه؟ خلاص يا عم ناجي، ما تجيبش حاجة، أنا تمام.